السلام عليكم، تبارك الله عليكم الإخوان، عدنا إليكم من جديد والعود أحمد. تبارك الله عليكم، يعني في هذا الدرس هذا العديد من الإخوان كيطلقوا اليوم التليفونات، يعني كيقولش فينا هو السبب، كاين اللي كيدير غير نجمة ستة وما كيديرش لا ميساجور لي زابليكاسيون ديالو، التليفون ديالو الى محتاج لا ميساجور لي ضروري انك تكون في الويفي. بعض المرات بحال هذا لابليكاسيون خاصو لا ميساجور، ابديت التليجرام الواتساب حتى هو خاصو لا ميساجور. وفي هذه الحلقه هذه بغينا نقدموا لكم غير واحد الدرس خفيف ظريف، ها هو التليجرام حتى هو خاصو الابديت، واي تطبيق يخصو الابديت يعني انك خاصك دير له الابديت، يعني كل 15 يوم كل شهر. المهم يعني الابديت راه ولا بدا منه، هو راه مسؤول على البلوكاج ديال التليفون. كما كتشوفوا معايا غنكتبوا التيك توك نشوف واش خصو لي ميساجور. ها هو راه خصو لي ميساجور الابديت، طلعت لنا الابديت. يعني ولا بدا انك، حيت انا هاد الفكره هادي عرفتها، ولكن بغيت نقدم لكم هذا الدرس هذا باش انكم حتى نتوما تستافدوا. نديرو بينتيريست، هذا راه بلاي ستور، حتى هو خصو الابديت. يعني كاع لي زابليكاسيون اللي كتخدم عليهم ولا بدا انك تشوف واش خصو الابديت. كاين واحد الايقونه هنا في بلاي ستور، ملي كتوطى على واحد الايقونه يعني كدير واحد تريس حتى هو خصو الابديت، يعني كدير اوتوماتيكمون كيدير لك شنو كيقولوا له، كيدير لا ميساجور لي زابليكاسيون اوتوماتيك. غير انا ما عنديش ستوكاج فيها داكشي علاش ما قدمت لكم. الاخر حاولت انني نقدم لكم كل ابليكاسيون بوحدها دير لها الابديت حاليا. يعني الابديت هو التحديث. السلام عليكم.